مدح برنامج الفوتوشوب راح بعدنا يحمل البرنامج مع على الانترنت راح يكون كل مرة يريد يستخدم بها هذا الملف على اي حاسبة او هاتف ذكي او تابلت يقوم بتحميل هذا البرنامج واكيد حيستغرق وقت كبير من التحميل وكذلك اذا كان البرنامج اللي شغل هذا الملف ما متوفر بحاسبته لازم يثبته وهذا يستغرق وقت ايضا وقد يكون البرنامج ما يتوفر عند اول مرة لذلك جلست افكر طلعنا لي مبرمج حاسبات برمجت كثير من البرامج مثل الحكومه الالكترونيه او المدرسه الالكترونيه وجميعها كانت برامج مخصصه لفئه معينه من الناس يعني ما تخدم عامه الناس فجلست افكر شلون اخدم عامه الناس فلقيت احسن حل واحسن طريقه انه اوفر نظام يختصر كل هذه الشغلات فبعدها طبعا واجهتني كثير من الصعوبات افتكرتي اولا انه كانت الشركات كبيره مثل شركه جوجل او شركه مايكروسوفت بالعالم هي مهتمه بهاي الفكره واشتغلت بها ما سويت هذا التطوير فكيف انه انا شاب وعراقي واواجه كل هذه الظروف اقدر اسوي هذا التطوير او الانجاز بعدها طبعا بعد جهد وعناء كبير وسعي دؤوب على هاي الشغله وعمل ليالي قدرت اسوي نظام متكامل على شبكه الانترنت يتيح للمستخدم رفع اول مره ملفات مثلا الانترنت بعد ما يرفع ملفات الانترنت باي جهاز وباي مكان بالعالم باي وقت يقدر يستخدم ملفاته شبكه الانترنت بدون الحاجه الى تحميل مباشره بالضغط على البرنامج على رابط البرنامج حيفتح البرنامج مباشره وبدون الحاجه الى تحميل طبعا وفرت لنا هاي الشغله اختصار بالوقت والجهد وكذلك انه اذا كان الملف نستخدم برنامج معين مثلا رفع الملف يشتغل على الاوتوكاد واللي هو برنامج تصميم هندسي على الانترنت وبعدين جينا نستخدمه باي وقت وباي حاسبه بالعالم او اي جهاز لازم نصب او نثبت برنامج الاوتوكاد واللي يستغرق وقت وقد يكون ما متوفر عندنا لذلك اختصرت هذه الفكره وقد يكون اول برنامج يشتغل اي اكس اي على الانترنت على وجه الكره الارضيه يعني فانه هو هذا بحد ذاته انجاز انه اختصر عندنا اول شيء وقت ثاني شيء بعد ما اختصر الوقت اختصر الحاجه الى تثبيت البرنامج طبعا اكيد كان الامن للملفات من اهم المشاكل اللي واجهتني واللي سعيت انه اطورها وطبعا هذا النظام يتميز بالسمات الاعتياديه لاي نظام اعتيادي مثلا كخلفيه سطح المكتب والتحديث والضبط التلقائي للوقت والتاريخ واللغه حسب مكان الاقامه للمستخدم. طبعا بالنهايه اود ان اوجه رساله للشباب واللي هي عدم الاستسلام لليأس وان يثق كل شاب بقدراته لان حضره الحاضر وعماد المستقبل وكذلك يستغل او يستثمر وقته بالشكل الصحيح.